قرار رفع السند السياسي عن حكومة الحبيب الصيد هو أهم القرارات اللي صدرت على تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم في أول اجتماع لها للتشاور حول مبادرة رئيس الجمهورية. اجتماع التنسيقية اللي كان انعقد البارحة عبر فيه الائتلاف عن استياءه من تصريحات رئاسة الحكومة اللي اعتبرها أوهمة الرأي العام وجود أزمة بين الرئاستين. الاجتماع أكد أيضا على دعم الائتلاف لمبادرة رئيس الجمهورية وعلى حقه الدستوري في تقديم مثل هالمبادرات. هذا ويواصل الائتلاف الحاكم مشاوراته مع رئاسة الجمهورية حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية. اجتماع للائتلاف الحاكم يرفع السند السياسي عن حكومة الحبيب الصيد، فهل أنه القرار هذا إعلان عن نهايتها أم أنه أشواط الحسم متواصلة داخل المشاورات؟